صباح الخير اخوان، اليوم قرارات السياحة عندها فد عرض جديد لكم عدا الجولات السياحية اللي ننظمها. اليوم اصطحبنا شباب جايين من الامارات ومرينا هنا الى احد المحلات، طبعا فشي جميل راح نشيله نشوفكم اياه وبعدين نشرحه شنو هذا. هذا واحد وهذا الثاني. اذا هذا الازرق الحجر الموجود في بحيرة سيبان يسموه الحجر القمري او مون ستون. اما هذا الجزء قرن الماعز، ماعز النوع من الماعز اكو قرون، فهذا الداخل ماله. شوفوا الشيء الغريب ناحتيها جهة مسوين منحوت عليه كنائس، احد الكنائس الارمنية في ارمينيا او كاتدرائية اشمياتين. اوكي، هنا جبل ارارات، الجبل اللي رست عليه سفينة النبي نوح عليه السلام، والجهة الاخرى علامة التآخي بين الديانة المسيحية والديانة المسلمة، راسمين الجامع على هالجهة. طبعا هذا هنا الشباب مسويها عن طريق الصدفة، انا شفتها وعارضيها للبيع. اذا اكو فعلا ناس جادين بالموضوع يريدون يشتروه، حاليا هو عارضه ب 600 دولار سعرها. اوكي، وعنده مجال مال تخفيض، ممكن تتصلون بنا في قرارات السياحه نصطحبكم تشوفون. هذا نوع من الحجر اللي قلنا هو المون ستون او يسموه بالارمني لوسناكار، الحجر القمري. النموذج الاخر هذا هذا حجر ايضا، هذا غير نوع من الحجر اللي يسموه حجر الاوكسيديان. طبعا للمعلومات ارمينيا تشتهر بانواع عديده من الاحجار الكريمه، العقيق والاوكسيديان والحجر القمري وانواع اخرى. هذا ايضا الموجود داخل القرن ايضا. هنا الزخرفه اللي عليها غير شيء. هسه اذا نلزمها علقه على الشمس شوفوا، شوفوا الشفافيه، شوفوا الزخرفه اللي بيها. يا ربي قول ميتو تابان ستونة الشفافية. شوفوا هذا هو حجر الأوكسيديان. هذه أنواع أخرى من الأحجار، شوفوا أنواع مختلفة. طبعا الحجر يجي كشكل هذا العقيق أسي أغاتني تشي، هذا العقيق، هذا أيضا حجر العقيق. شوفوا طبعا هنا كاتب عليه السعر 10,000 درام لو سوري كان ياسي 18,000 درهم. هذا عقيق طبيعي. هنا احجار اخرى. هذه نفس الاحجار القمري مالت البحيرة سيبان، هذا ممكن مال مكاتب يعني نماذج. هنا هرم قاعد تسكنوا جماعه تشوفوا نيف. شوف هذا حجر عليها الساعة. ما ادري هذا ايضا من حجر الاوكسيديان، هذا ممكن تخلي به عصير. هم هنا بصراحة يخلوا غير اشياء، ممكن تخلي به عصير، تخلي به لبن، وهذا شغال تصبيها. هذا من شوف حاطينه. الى هنا ننهي لكم تقرير من هذا اليوم، ونامل ان يكون التقرير عجبكم. انتم مع قرارات السياحه، كان معكم طيب دانيال.